كنتش الكريدي تش الكريدي بان بو نيجاتيف سيتادير تاخذ الكريدي ويعطوها الفلوس خصها ما تيفهموش ما تيفهموش ما تيفهموش في يعني في الماليه الدوليه كيفاش تدور الامور تيسحبوا الناس واش قالتي الناس شادين الصنادق معمرينهم وغادي يوصل الشهر وينوضوا يعطيو ما تيفهموش البيدجي كيفاش تيدار وبانه علامه وبانه راه ممكن واحد المدينه فاش توصل دابا المغرب وصل لمرحله فين ولايه من الولايات تقدر تطلب ديون من المؤسسات الماليه الدوليه فين شركه كبيره في المغرب تقدر تطلب سميتو ماشي متاح لاي دوله الدوله اللي تكون داخله في الاقتصاد العالمي بالصحه ولكن الهامج راه هامج مكان الخير ما عارفين والو واش اللي تابع ليا انا داك الحياه اللي مضاربين غير مع حاشاك مع ولاتهم كيغسلوهم باش ما نبقاوش نعاودوا هذا المشكل باش ما نبقاوش نعاودوا هذا المشكل باش ما نبقاوش نعاودوا هذا المشكل ما على بالناش بهم اول حاجه وثاني حاجه بالنسبه لفلسطين كلشي باغي يستولي على القضيه الفلسطينيه هي القضيه الاولى ديال الملك المغرب وكينقزوا عليها اكسبري وكيقولوا ان المغرب خان القضيه ويهدد عرشه بخيانه بلاكس ما كانش اللي كيساند ويناصر القضيه الفلسطينيه تماشيا مع مقتضيات الامم المتحده الى مبدا الدولتين يعيشان بسلام جنبا الى جنب وفلسطين مع بعاصمتها القدس الشرقيه والملك ملك المغرب كما ملوك المغرب الأمانة اللي خلى ليه محمد الخامس واللي خلاها الحسن الثاني هي مساندة الشعب الفلسطيني ومساندة صندوق القدس لأن هي السياسة الحكيمة ديال ملوك المغرب ما كيخليوش المجال شي واحد يتبنى القضية الفلسطينية قبل منهم في المغرب هم الأولين من يتبنون القضية الفلسطينية ويجعلوها قضية أولى ديالهم وهذا إرث ديال إمارة المؤمنين في المغرب مساندة الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية وحق الدولة الفلسطينية باش تكون هذا قضية ملوك المغرب أولا وملك المغرب آخرهم هو محمد السادس نصره الله إذا هادو اللي كيبغيو يقفزوا على هاد القضية ويتبنوها للمقايضة وللابتزاز أو لأي شيء غرضي ما أو لظهور في الصفوة والريادة لا بوبيلاريتي لو بوبيليزم الشعبية والشعبوية وكذا هادو عندهم غرض باش يغطيو على الإخفاقات ديالهم السياسية في تلبية أو القيام بالأمانة التي والوعود التي قاموا بها أو قدموها أو وعدوا بها للناخبين كيفما كان الحزب وملوك المغرب وملك المغرب محمد السادس مثلما كان الملك المرحوم حسن الثاني أذكياء بحال هاد القضايا ما كيخليوها لهمش كيخلهم حرية التعبير حرية التدخل حرية الرأي حرية التظاهر حرية الاحتجاجات حرية الوقفات المسيرات كل شيء هذا الشيء مطلق ولكن الذي هو يساند ويتكفل بفلسطين شخصيا هو ملك المغرب ماديا وسياسيا ومعنويا راه حتى واحد ما غيقول لك انا الملك ويبغي يرسق دوك الاتهامات يبين راسو كوراجو ان المغرب ملك المغرب طبع مع اسرائيل وتخلى على فلسطين هذه مزايدات لغويه وادبيه لا قيمه لها في السياسه الدوليه ولا في العلاقات والتحالفات المطلوبه حاليا في القرن 21
هادشي بغينا نفسر للناس ان القضيه الفلسطينيه المغرب متكلف بها، ودرتها بشحال من فيديو، هو اللي متكلف بها على الآلاء تحت الرعاية السامية لملك المغرب، هو الذي يقدم، هو الذي يفك الحصار على الفلسطينيين، هو الذي يقدم المساعدات العينية بشتى أنواعها، والدعم السياسي الدولي والتدخلات لفك الحصار كيفما كان نوعه، سواء من ناحية الضفة الغربية أو من ناحية غزة. وهذا داروا الحسن الثاني، وكان داروا محمد الخامس، وزار القدس ومشى للقدس، وبين ان علاقه المغرب والعمق الاسلامي ديال المغرب في فلسطين لن يتخلى عليه المغرب في شخص الملك. اما هادو الاحزاب وهادو الجمعيات وهادو اللي يتبجحون بالايران وان الايران هو المقاومه وكذا، هادو مجرد لغه، مجرد سي دو لا ليتيراتور، ادبيات. هذه امانه ديال جدوده، ديال باه وديال جدو مساندة. مالك المغرب هو الذي جعل من القضيه الفلسطينيه قضيه اوليه والاولويات، وهادو بغاو ينقزوا عليها بحيث ما بغينا حتى واحد يبقى يتزايد علينا ويعيق علينا وداك الشيء، سمعتي؟ ويتزايد على مالك المغرب وكذا، ان التطبيع خان القضيه الفلسطينيه. لا علاقه بالقضيه الفلسطينيه، القضيه الفلسطينيه في الامم المتحده والملك الاطروحه ديالو كما كانت الملك الحسن الثاني رحمه الله، نفس القضيه باقي على عهده وباقي على عمله السياسي الدولي للحفاظ على مصالح الفلسطينيين في اطار التعايش بين دولتين جنبا الى جنب، لكل واحد الحق في الوجود في تلك الارض، وكل واحد يتقاسم العاصمه، رغم ان ما كانوا يقولوا ان الملك المغرب دائما ما بدش الراي ديالو، والتحالف او لاكورد ابراهام والتحالف مع اسرائيل وامارات والولايات المتحده هي مساله سياديه لا علاقه لها بالنزاع الفلسطيني الاسرائيلي، ولا علاقه لها لا بايران ولا بالجزائر. حتى الذين يصرحون سو كي ديكلار كي افونس كو لو ماروك ا نورماليزي افيك اسرائيل دو بور دو لالجيري، il se trompe parce que le Maroc domine la situation depuis 1975. On n'a pas réussi à prendre un centimètre du territoire marocain récupéré qui est le Sahara occidental marocain. D'accord? C'est aucune crainte de l'Algérie parce que le Maroc connaît les limites de l'Algérie et connaît aussi les siens, connaît le pouvoir, la force de l'Algérie, hein, qui avance que c'est un pouvoir continental, alors que le Maroc se contente de la position de défense de ses territoires et de la souveraineté du royaume. D'accord? Il ne faut pas mélanger la soupe, il ne faut pas mélanger la soupe avec du sable, parce que ça devient immangeable. D'accord? الوغ القضيه الفلسطينيه حتى واحد ما يزيد علينا بها، حتى واحد ما يمثل علينا بها، وحتى واحد ما يبين راسو اكثر قومي واكثر عربي واكثر مسلم، لان الاسلام ليس بالصداعي وغلق الطرق والمسيرات والمسيرات والغوات والصيحات ليلا ونهارا، وعرقلت المسار التنموي، وعرقلت اشغال المجتمع المغربي، وعرقلت مصالح المغرب سواء دوليا او محليا وطنيا. ويبتزوا المغرب ويبتزوا الملك، باش يقولوا اما المغرب ما تخلاش عمرو تخلى على بشخص ملك المغرب، ليست الاحزاب، ما كان لا احزاب لا قاري الاحزاب، راه ملك المغرب كما كان الحسن الثاني ومحمد الخامس قبل منه نفس العهد غادي عليه محمد السادس، كيساند الشعب الفلسطيني، ما كيشوف لا في حماس ولا في الايديولوجيه ديالو ولا في فرق جهاديه ولا في ايران والو، كيعرف الشعب فلسطيني. Il se fiche pas mal de Iran, Hamas, Hezbollah, l'Algérie, ولا اللاس ولا هادو ديالنا اللي يغوتوا فلسطين فلسطين، نو. هذا التزام ملكي، التزام مغربي في اطار العمق الاسلامي المغربي وتاريخ المغرب، ملتزم على انه يساند ويساعد الفلسطينيين الى اخر رمق. الله تحت ما يتزايد علينا وما تهموش، وهذا ما كيديروش خشية من الانتقادات او انه كذا وكذا، لا، هذا التزام قديم في قديم القديم منذ البداية المشكل، والمغرب دائما كان الى جانب فلسطين، ولكن الدعاية الجزائرية
والمساندة من طرف الخونة داخل المغرب هي التي تريد تزوير الواقع يلي با سي سي لي بروباغاند اي لي مونسونج ديفاماتوار دو لالجيري كي ايساي دو مونتري كوم لو ماروك اتراي لا كوز باليستينيان اتراي لا كوز عرب الوغ كو سي تو افي لو كونترار. لو ماروك ا ايتي توجور دي كوتي دي عرب كيل كو سوا لو بروبليم كيل كو سوا لي سيركونستانس. لو ماروك ا توجور ايتي دي كوتي دو لا باليستين مي افيك كونفورميمون او ديسبوزيسيون دي ناسيون زيني dans un cadre de la tolérance entre deux peuples juifs et musulmans, là-bas, Palestine et Israël. Pas effacer l'un pour placer l'autre ou exterminer l'un pour faire vivre les autres. D'accord? C'est ça la politique et la sagesse des rois du Maroc. Et aujourd'hui, le roi du Maroc, Mohamed VI, que Dieu le protège, continue sur la même voie et avec la même philosophie, la même sagesse et la même vision, sans prétendre, sans cri, sans bruit, sans la moindre publicité. On ne fait pas la publicité quand on fait un soutien humanitaire à quelle que soit la religion, à un peuple, quelle que soit sa religion. Le Maroc a soutenu tous les Ouïghours, les Rohingyas, les Libanais lors de la catastrophe, l'Algérie elle-même. Le Maroc a toujours soutenu les peuples en difficulté, a toujours soutenu les peuples en catastrophe naturelle, a toujours soutenu les peuples opprimés. Sans propagande, sans aucune inclination idéologique ou politique. مقهور محقور محتل كيمشي يساندو وما ينقصوش هاد الاحزاب صحاب الكوفيه وصحاب الاعلامات على هاد القضيه بلا ما يعيقوا علينا. راه الملك اللي كيعاون الملك اللي دار القضيه اوليه وهادو يباعدوا هاد القضيه بلا ما يبقاو يسدوا لنا الطرقان ويتهموا اللي يتهموا ويخونوا اللي يخونوا ويصهنوا اللي يصهنوا. ملك المغرب مع القضيه الفلسطينيه وكيتناقش مع الحكومات ومع الإسرائيليين حول حقوق الفلسطينيين في أرضهم وفي فلسطين الحرة هذه منطقة، ولكن الناس كثروا يقولوا يبيعوا ويشريوا بهذه القضية. سمعتي أن المغرب المغاربة هما كرهوا المغاربة في فلسطين بعد المغرب ما كيبيع ما يشري، لا يقايد فلسطين وخد يفرس بأي شيء. المغرب ملتزم ما التزم بها اجدادي، صافي ترمي ملك المغرب. هادو اللي كان قصدي يبغيو يبينوا راسهم فلسطينيين اكثر من فلسطين ويتهمون النظام المغربي على انه متآمر على فلسطين، فهم اول المتآمرين على بلادهم، على مغربهم وعلى شعبهم المغربي وعلى ملكهم المغربي. ها هذا هو درك، انت كتشطح ودرك لحيتك، انت تتآمر على بلدك بدريعه بحجاب افيك لو ماسك دو لا باليستين ولا افيك لو ماسك دي دروا دي هنا باينه. ولكن الملك ما كيخلي لك فين دير وما يخليك فين تحط يدك، لان قائم بالوجد من احسن زعماء العرب هم ملوك المغرب ودائما كانوا منعتون بالخونه. وشكون اللي خدم هذه القضيه؟ هم القومجيين العربيين والجزائر على راسهم، الورثه ديال القومجيه العربيه السوريه المصريه. واليوم راهم عندنا هنا في المغرب اللي ولاو يمدحونا ايران العدو التي تريد تشتيت وتقسيم المغرب والتي تساند البوليزاريو بالاسلحه بالعتاد وبالتدريب وبالفكر كذلك، الفكر الشيعي الانفصالي على السنيين مام ليكستيرميناسيون دي سنيت. باش ما نطولوش نطلبوا المنتظم الدولي من اليوم من اليوم، ودائما كنقولها في لي فيديو ديالي، انه يعتبر هذه درس. كيموتوا الناس بزاف، ضحايا ابرياء في القصف الاسرائيلي، البطش ديال القصف الاسرائيلي، لا فيولونس لا فيولونس اونيمان دو لارمي دو لار اسرائيليان. Donc l'essentiel parce que ça va se répéter, il faut penser à construire des bunkers pour les civils palestiniens à Gaza. خصم نديرو ملاجئ محصنة للمدنيين وتكون منطقة معروفة من الأمم المتحدة، لي كاسك بلو
والقوات الدولية يعرفوا أن هذه المنطقة فيها اللاجئين إثر القصف الإسرائيلي، أن هادشي غادي يتعاود وغادي يتعاود وغادي يتعاود إلى ما تنش، لأن هادشي كيدار كل مرة كتضرب حماس أو الفرق الجهادية كتجاوب أفيك فيونس إسرائيل، وشكون اللي كيضيع إيران كتفرج، الجزائر كتفرج، سوريا كتفرج، هادو اللي كيحرضوهم وكيبيعوهم لعجل، والناس مساكن كيموتوا الأبرياء والأطفال وتقصف بيوتهم وتهدم فوق رؤوسهم، والناس كتفرج وما يقدروا حتى حركه، غير الشعارات الشعارات الشعارات، هادو اللي كيغوتوا عندنا وتقول لهم سيروا تماك، حيدوا غير الحجر ما يمشيوش، حيدوا غير الحجر اللي رابوا ما يمشيوش. المساعده كتكون دائما من طرف ملك المغرب، وحتى واحد ما ينقز على القضيه. احنا الذي نطلبه ونتمنى من ملك المغرب ان يتدخل في هذا الشأن، ان يحدث ملاجئ آمنه محصنه قانونيا ومراقبة للمدنيين أثناء النزاع الغزاوي أو الفلسطيني، لأن غزة ماشي هي الضفة الغربية، أفكار ليست أفكار ماشي هي هذيك، سي با نورمال، هذاك ضرب الشرق والآخر ضرب الجنب. المهم، لأن حماس تتهم فتح بالخيانة، وفتح تتهم غزاويين وحماس بالخيانة لصالح إيران، وكل واحد فين كيجبد، ولكن الملاجئ المحصنة لبنكر بيان فورتيفي بور سوفي لي في إيمان، لي في إيمان كي سوا باليستينيان و ميزلمان و كريتيان و دو نامبورت كال ريليجيون دو نامبورت كال ناسيوناليتي، إيزون دغوا على لا بروتيكسيون بار لوردر مونديال، بار تو لي زورغانيزم مونديو خصهم يحميو المدنيين بإحداث ملاجئ آمنة. إلا كنا النية حسنة ولكن النية ديال المنتظم الدولي هي إبادة ناس غزة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على جميع القوى الدولية، خليني مع التنقاز ديال الزناقي وديال أن يتدخلوا، ماشي كنقول لك أنه هذا استسلام أو أنك ضد المقاومة، المقاومة شيء وحماية الحياة البشر هي شيء. إذا كنت تقول عندهم الحق في المقاومة ونمشي معكم في هذه الأطروحة، فعلى المنتظم الدولي وعلى حماس أن يساهم، أو أي فرق جهادية أن تساهم على حماية المدنيين الأبرياء الذي لا دخل لهم في ذلك، وليس لهم ولا مشكلة مع أي جهة، لا من هنا ولا من هنا، ديروا لهم الحماية ديالهم، والحماية تكون معروفة ويكون ممنوعة على الأسلحة، مجردة من الأسلحة، مجردة من لا سميتهم هذوك منصات الصواريخ، وتكون ما يمكنش هذا الشيء، ويكونوا فيها بعض المرافق اللي هي ضرورية مستعجلة، مستشفيات أو مستوصفات ومدارس وكذا لتعليم الاطفال باش ما تحبسش القرايه ديالهم، وهذا الشيء ضروري، ومواد غذائيه يكونوا محميين، لان هذا الشيء كيتعاود سنين وسنين، وما حين يومنا هذا ما كاينش ملاجئ امنه في غزه، وهذا الشيء عجيب جدا وغريب، وسي بيزار تالمون بيزار كو الحماس عنده 500 كيلومتر ديال الانفاق باش يدير المقاومه، وباش يدخل ويخرج، وباش يأتمن ويأمن المقاومين اللي كيسميهم مقاومين او المجاهدين او كل واحد كيسميهم لي ريزيستون او المجاهدين، مي il faut protéger les civils et pour protéger les civils il faut une volonté de l'ordre mondial, une volonté de tous les organismes mondiaux باش يديروا هذاك الملجأ، وحنا نساهموا فيه كمغاربه باش نحميو حياه الاطفال وحياه الابرياء وحياه وحتى المنازل اللي هذيك الساعه ما غاديش يتقصفوا، لان ما غاديش يتخبى وسط منهم المقاومين او المقاتلين كما بغيتوا تسميوهم، لان الذريعه ديال اسرائيل انهم كيضربوا من ما كينزل عليهم شي صاروخ كيضربوا، من ما خرج شي صاروخ كيضربوا، خرج مدرسه كيضربوا المدرسه، خرج المستشفى كيضربوا المستشفى، خرج من اقامه او عماره كيضربوا العماره يريبوها، خرج من روض الاطفال كيضربوا روض الاطفال، المسجد ما كيعقلوا حتى على شي حاجه. وبهذه الطريقه الى درنا لي بونكور لهاد الابرياء، اللي درناهم لي بونكور، غادي ما يكونش ذريعه عند نتنياهو اي غير نتنياهو في قتل الابرياء المدنيين الذي لا دخل لهم في هذه العمليات القتاليه. كنحييكم، وحنا دائما مغاربه معروفين اننا جود والكرم، وكنساعدوا جميع الدول اللي تكون في وضعيه صعبه
دائما المغرب معروف هذا الشيء، بدون غرض سياسي او حزبوي او جمعوي او غرض مادي او غرض سياسي الى ذلك. اذا المهمه المغرب كيقوم بها 100% منذ بدايه النزاع في شخص ملوك المغرب. والى اللقاء.